صباح الخير مرة تانية يا كل المشاهدين. البداية اليوم وأول موضوع اللي هنكون عم نحكي عنه اللي هنكون عم نحكي عن جوجل وتحديداً عن سيرش. بعتقد كلنا بنعرف وحافظين هالصفحة اللي أول ما بندخل عليها على URL google.com عادة كانت هالات بسيطة، في عليها اللوجو وفي عليها هالسيرش بار، واللي تميز يمكن أنه عبر السنين الأمور الوحيدة اللي كانت عم تتغير كان اللوجو يلي وقت خلقوه جوجل وسموه ده جوجل دودل، يلي هي كانوا عم بغيروا بهاللوجو ليكونوا عم بيضووا على إن كان محطات تاريخية مهمة بكل بلد، أما محطات تاريخية مهمة بالعالم، أم حتى أشخاص تركوا وراهم كنز كتير كبير، إن كان كنز موسيقى، ثقافة، أم مواضيع مختلفة. اليوم وبهالعالم يلي جوجل حوالي 99% تقريباً من أرباحهم تجي من الإعلانات يلي هن بيكونوا عبر السيرش، يعني وقت بتنبشوا على إعلانات معينة، وقت بتنبشوا على مواضيع معينة بيطلع لكم دعايات كمان بيكونوا موجودين، أم حتى من خلال الفيديو أم ديسبلاي يلي هن بيكونوا عبارة عن صور يلي بيكونوا عم بيوصلونكم إعلان معين. فاليوم اتكلوا على دعايات كتير كبير، ومشان هيك كمان اليوم وقت الناس عم بيلاقوا شوية تحول عم بيصير بعالم الإعلانات وخاصة بعالم الإنترنت، الطريقة يلي المعلن عم يعمل فيها دعاية بلشت تختلف. فاليوم حتى بجوجل هالبلاتفورم يعني هالصفحة البيضاء اللي نحن بنعرفها رح تبلش تكون عم تتغير. سو الناس اللي عندهم هالابليكيشن على السمارت فونز تبعهم، على هالسيرش اب على السمارت فونز تبعهم، رح يكونوا عم يبلشوا انه باخر ابديت صار لهم رح يبلش جوجل يعطيكم سيرش قبل ما انتم تعملون. في صورة رح كون عم شوفها انا وياكم تعطيكم فكرة شوي هيك اوضح عن هالموضوع. هيدي بس هيك كانوا عم يتسألوا بالانترنت انه this is the death of search، يعني مش هيك حاطينا هيك من وراء انه رح يموت السيرش التقليدي اللي نحن بنعرفه، ولا رح يكون عم ينتقل لشيء ثاني مثل الصورة الثانية اللي رح نكون عم نشوفها على جوجل رح يموت السيرش؟ ايه هنا بنو رح يبلش يتغير طريقة السيرش. سو اليوم المتوقع هول التمبليتس هول رح تصير قريبة منهم، يعني مش رح تصير اكزاكتلي هيك. شو رح يتغير فيها؟ بدل ما انت تكوني عم بتنبشي على المواضيع بيست على الانترست تبعك، بيست على البراوزنج هيستوري تبعكم، الامور اللي انتم على طول بتنبشوا عليها، الامور اللي انتم على طول بتقروها، ام حتى الفيديوز اللي انتم بتحضرون رح يصيروا هنا عم يبينوا عندكم على هالهوم بيج، على يعني كل المواضيع اللي بتهمنا الا الاولويه من دون ما انت تنبشي عليهم رح يصيروا عم يطلعوا لك دغري، يعني بيست على الهيستوري تبعك وبيست على المواضيع اللي انت بتحبيها. فهالنقطه في بعض الناس كانوا عم بيشبهوها شوي لكيف انه اليوم وقت بتفوتي على فيسبوك النيوز فيد تبعك هو بيشبهك لإلك، ما هيك اتس بيرسونلايز لإلك وبيطلع عندك غير مواضيع عن اللي بتطلع عندي. سو اليوم سيرش رح يبلش كمان يصير فيه هالنيوز فيد هالموضوع بيرسونلايز، يعني اتس بيرسونلايز. وليه ربطتها بالمعلنين بالبدايه كنا عم بحكي عن الاعلانات؟ لانه اتكال جوجل على الاعلانات هو بيغطي اكثر من 99% من ارباح، يعني كل ارباحهم بتجي من الاعلانات، لانه بيكون عندهم تارجت اودينس او فئه من الجمهور معينه يعني عم يبحثوا عنها. Exactly. فالطرفين بيستفيدوا. فحتى هون كمان رح يغيروا طريقة الإعلان يلي رح يكون عم يطلع، لأن اليوم بلشنا نشهد هيك مثل أسلوب جديد للإعلانات، إنه بدل ما حط لك صورة في يقدم لك مقال، وهالمقال بيكون عم يضوي على موضوع معين، فبدل ما حط لك صورة عن المنتج وبس لك أوكي هذا البرودكت ما بعرف بفيدك بإكس أو مهما كان المثل اللي بدنا ناخده، صار في أكتب أنا مقال عنه لتوعي الناس to educate the people لتضوي على أمور معينة وتديهم كيف هالبرودكت بيساعد بتلبية هيدي الحاجة. سو هالشفت رح نبلش نشوفها أكثر. الناس اللي عندهم أندرويد فونز وعندهم الجوجل سيرش أب موجودة عندهم على السمارت فونز أوريدي بلش هالأبديت يصير موجود ورح تكونوا عم تبلشوا تشوفوها. بروح على تاني برودكت. سو هيدا أبديت كتير مهم وبعتقد رح نكون عم نحكي عنه بعد أكثر كمان وتأثيراته بالأيام القادمة. بنروح على تاني موضوع، تاني موضوع كان بدي احكيك عن 3D printer. اليوم صارت درجة انه واحد اذا استحلى غرض معين مش ضروري يمكن يروح يشتري فيه، ياخذ ديزاين وبيطبعه عنده بالبيت. هلا اكيد الماتيريال اللي عم نستعمله هن غير البرودكتس بيكونوا موجودين اوف لاين، بس كمان هالترند من وقت ما بلشنا نحكي عن 3D printers من حوالي سنتين ثلاثة حتى تقريبا كانوا مكانات كثير كبار رولا. طب ما استوعبت هالفكرة. هلا رح اول ما بلشتوا تحكوا عنها من سنين انا بعد ما استوعبت هالفكره. لا لك سو اليوم اول شيء لك قد ايه صارت صغيره؟ انا وكثير من اللي عم بيحضرونا رح نبسطها. سو صارت كثير صغيره. هيدي اذا بدكم كيف عندكم برنتر قبل كانت تطبع لكم مقالات بالبيت، هيدي برنتر رح تكون عم تطبع غراض انتم بتنقون، سو رح تكون عم ترسم هيدا الغرض، يعني بدل ما واحد يكون معه فرد شمع فور اكزامبل وهو عم بيعمل فيها ديزاين معين اور في قلام مره نزلوا يلي هن بتستعمل الشمع يلي بيتجمد دغري اول ما يتعرض للهواء لتقدر ترسمي فيهم رسمه معينه، اليوم هون صار في عندك برنتر بتعطيها هالديزاين يلي هو رح يكون عم ينبعث لها من خلال الانترنت كونكشن،
ولحالها هيدي المكنه رح تبلش تطبع هيدي الرسمه اللي انت ولكن من حاجة. من اي مواد يعني انا نزلت على السوق في عندك مواد مختلفه ممكن تكوني عم تستعمليهم؟ لا اكيد في مواد خاصه لها يعني استحليت جزدين هيدي شوي صعبه فيك تنفذ لي اياها عبر هال 3 دي برينتر؟ اليوم هيدي ممكن تكوني عم تستعمليها لتطبعي مودلز معينين يعني هون باي مجال الجرافيك ديزاين الاعمال حتى it could be for arts واهم من هيك it could be for decorative items كمان اذا بدك شوي بالبيت this is a prototype يعني بتكون فيها تكون بروتوتايب اذا بدك تستعمليها لتعملي مثلا ماكات معينه وبدك تطبعي هول الغراض يو كان ايزلي دو ات مهما كانت الامور المختلفه اللي انت بحاجه انه تطبعيها اليوم صار فيكي من خلال سمارت فون يعني طلعي هون عم بنقي شو البرودكت هلا المواد يلي بتستعمليهم فيها رولا هن بيختلفوا سو ما حتستعملي جلد وما فيها نعمل ساك بهيدي الحاله unless كان مثلا يمكن بدك تستعملي مثل شمع او حتى مواد قريبه لالهم يلي ممكن نكون عم نستعملها لتقدر هالبرنتر تكون عم بتجسد هالبرودكت يلي انتم عم تعطوها الرسمه تبعه وتقدر تكون عم تعطيكم اياه. هلا ليه عم بحكي عن هالبرنتر تحديدا رولا؟ اول شيء لانه حجمها صار كثير صغير يعني قبل بتذكر اول ما بلشوا ينزلوا هالبرودكتس كانوا كثير كبار قطعتهم ضخمه وكانوا بلكي وكانوا كثير غاليين، هون صرت بتحكي عن برنتر بال 100 دولار يعني. واهم من هيك انه الافشنسي تبعها من ناحيه قد ايه عم تستخدم مواد سو ما كثير في امور رح تكون عم تروح للكب از ويستج يعني. والنقطة الأحلى هي إنه عم تعطيك الديزاين قريب كتير من الرسمة اللي أنت عم تعطيها إياها. يعني يمكن إذا في ديتيلز كتير صغار تعابير وجه معين المفروض هالبرنتر تكون عم ترسمهم، اليوم هالبرنتر عم تتطور من ناحية الأكيورسي لتقدر تكون عم تعطينا هالإفشنسي بهذا الأسلوب. سو تخيلي إنه الأمور اللي أنت بتحبيها يعني اليوم استحليتي هيك ديزاين معين على الإنترنت وما عم تلاقيه بالسوق فيكي تطبعيه. إذا بدك تعرضيه بالبيت ساك هيدي بدها تتفرج عليه ايه نوعا ما هلا هونيك اكيد لا بس حبيت احدد اوضح انه وين باي مجال ممكن نستخدم هالفكره اللي هي فكره بالفعل متطوره ومثيله ولكن نحن اشخاص عاديين مشاهدين كيف فينا نستفيد فيها اذا ما كنا بمجال الاركتكتشر الانجينيرينج او غير مجالات بالاعمال سو اول شيء بتكوني شوي هيك بتحبي التكنولوجي ليكون عندك بركي بالفنون في عندك الارتستيك سايد في عندك التك سايد لتكوني عم بتجربي هيك انواع برنترز واخر وحده اللي هي كيف انت كنت عم تقولي بمجال الهندسه بعتقد ذاتس ذا موست اكيوريت از ويل يعني والنيدز تبعها رح يكونوا عم بيزيدوا بعد اكثر واكثر يعني ف سو هذا كان ثاني برودكت رح نروح على اخر برودكت يلي هو اليوم نعرف انه اتكالنا على الواي فاي صار كثير كبير بالبيت سو هالبرودكت رح تكونوا عم تشوفوه هو بيستبدل الراوتر التقليدي اللي عندكم اياه ليقوي السيجنال بالبيت وبعتقد شغله حلوه فيه انه مظهره الخارجي حلو نوت فيري تيبيكال انستليشن تبعه بتكون كثير هينه اسمه ايرو هو بديل للراوتر او فكره مختلفه بديل للراوتر وفي بيجوا هن سيت اوف ديفايسز سو ليكونوا عم يعملوا هالنتورك تبعهم داخل البيت ليكونوا عم بيقووا كمان الارسال بعد اكثر يعني بكل غرفه في جهاز فيك تكون عم تعمل هيك سو واحد بيكون عم يستبدل الراوتر في راوتر واحد بيكون بالبيت اجمالا يس سو انت عم تحطي كانه راوتر واحد وعم تخلقي نتورك سيجنال اكزاكتلي بطريقه حلوه يعني بديزاين مهضوم لان بعرف في كثير ناس هيك بيزعجهم شكل الانتين اللي بيكون ظاهر من الراوتر مش بس يعني. هيك يعني السيجنال بتكون اقوى بس بمكان او محيط الراوتر ببقيه البيت بتكون اضعف يس هن كل ما يكونوا عم بيزيدوا على اماكن معينه بالبيت حتى يكون عندك سيجنال قوي فيري ترو سو هون عم تخلقي هالنتورك الخاصه فيهم مع هالبرودكت وعادة وقت بنفكر بهيك برودكتس بنفكر انه الانستليشن تبعهم بتكون كثير صعبه بينما على العكس اليوم هول صاروا قصص كثير هينه لان بس بتوصلون بالكيبل ولحاله بياخذ السيتنج الاوريدي بتكون معموله على السيستم اللي كان عندكم واهم من هيك انه بيكون موصول كمان على سمارت فون اب لتقدروا تكونوا عم تتحكموا يمكن بالسبيد تبع الانترنت بتكون تقووا ديفايس موصول على الانترنت اكثر من غيره بتكون تخلقوا مثل كودز يمكن توقف الانترنت لحالها اذا في اولاد بالبيت مثل هيك سكيورتي بارامترز فيك تخلقيهم سو كمان هالامور عم تصير بعد احيان لتقدري تكوني عم تتحكمي بالانترنت بطريقه اسهل وتكوني عم تستفيدي منها بعد اكثر بطريقه بتتماشى مع نمط حياتك نوعا ما يعني قد ايه معظم الاختراعات اليوم او التطورات كلها مرتبطه بالسوشيال ميديا بالسمارت فون كمان سمارت فون والسوشيال ميديا يعني on social ما في مهرب منها كيف ما برمنا في رابط بينهم وبعدين خلص صارت نمط حياه رولا يعني كيف كنت عم تقولي بالمقدمه انت وتينا انه في ناس اوقات بيروحوا عليها ليقتلوا الوقت ليتسلوا شوي وفي غير ناس يمكن اليوم صار في شركات انبنت من وراء هالسوشيال بلاتفورمز اكثر من السوشيال ميديا السوشيال بلاتفورم لانه الاوبجيكتيف تبعهم هي انه بتساعدك توصلي الرساله يعني اليوم كنت عم تعرفي عن خبر
بوقت كثير قليل يمكن كان صاير بالولايات المتحده، انتشر عالميا وكان له تاثير ايجابي، ولكن في اشياء غير عم تنتشر كمان على السوشيال ميديا لها اثار سلبيه كثير. بيبقى ننطر اليوم رأي خبيره بي بوزيتيف. ثانك يو لك إلي، وانت دائما بوزيتيف معنا، انا بشكرك. ثانك يو، بنشوفك بحلقه مقبله. وقفه قصيره مشاهدينا ومنتابع ام تي في الايف.